to everyone. I'll find strength to say my time is right and my day has come. There's so much time to get things wrong. So I'm gonna be. اهلا بكم. عندنا تعبيرات مشهوره جدا في عالم البيزنس، احنا اعتقد ان هم واخدينها من عندنا من العالم الطبي. تعبير مثلا اللي بيسموه دراسه الجدوى. انا ما بحبش دراسه الجدوى بس ماشي، يعني ده تعبير لطيف. يعني تعبير تاني مشهور جدا اللي هي خارطه الطريق. فخارطه الطريق ده بقى ده واخدينه من الطب قوي. يعني البنفيتس والأضرار أو الفوائد والأضرار، الاستراتيجية، كل ده. لكن احنا عندنا في الطب بقى في جملة مشهورة جدا اسمها الإيفاليويشن، التقييم. كل ده اسمه تجهيز الشغل، أنا بجهز للشغل في حالة تأخر الإنجاب. لما بنيجي نجهز لازم نحط الأول إيه اللي هيتعمل في الفترات اللي جاية. دي بيسموها، ده اللي بيسموه بقى التقييم، الإيفاليويشن، الحالة. إحنا وضعنا إيه دلوقتي؟ وضع الست إيه؟ بتعاني من إيه؟ مشكلها إيه؟ هنعمل لها إيه؟ البروتوكول اللي هيتخذ تجاهها هيكون مين؟ هتستفيد منه ولا تستفيد من البروتوكول التاني؟ أنسب ليها هي؟ عندها تكاثف مبايض ولا عندها بطنة رحم مهاجرة ولا ما عندهاش ده خالص؟ هي سنها كبير ولا هي لسه صغيرة في السن ولا عندها إيجاد متكرر؟ هي إيه؟ تقييم الحالة. تقييم حالة الزوج، يعني عنده حياة منوية كويسة ولا قليلة ولا منعدمة. تقييم التقييم الإيفاليويشن ده، تقييم ده لب الطب يا جماعة، مش بس في تأخر الإنجاب، في أي فرع، في أي فرع. عايز أعمل تغيير صمام الأورطي، عايز أعمل توسعة شرايين، عايز أحط دعامة، لازم أعمل أقيم الحالة، أقيمها أشوف العين هيستفيد ولا مش هيستفيد، هو ده العلاج المناسب له ولا لا؟ ايه الاضرار اللي ممكن تيجي من العلاج قبل الفوائد عشان اتجنبها؟ والفوائد، هل الفوائد فعلا 100% هي اللي انا عايزها ولا فوائد محدوده بسيطه لا تستحق فما كلفش العيان فلوس كتير؟ الكلام ده مهم جدا جدا، لازم نفهمه. ضيفي العزيز، الاسم المتميز للغايه في عالم الاخصاب المساعد، الاستاذ الدكتور محمد فوزي مجاهد، استشاري الحقن المجهري واطفال الانابيب بمراكز دار الطب ومستشفى الابتسام العريقه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور. الحقيقه انا يعني متشوق النهارده ان انا اتكلم على الالفاظ دي، بروتوكول، خطه بروتوكول، تقييم، ايفالويشن، تغيير خطه البروتوكول. الكلام التقيل بتاعكم ده عايزين نفهمه. كنا زمان ايام الكليه، حضرتك تعلم ده اكيد، قبل ما نذاكر كان في حاجه اسمها تحط جدول المذاكره، يعني المذاكره نفسها يبقى ليها جدول. انا كنت اعظم من يضع جدول للمذاكره. احسن واحد في مصر في التاريخ كليه الطب عبر العصور يعمل جدول مذاكره. وانا وده جزء كبير، يعني انت ممكن تذاكر كتير جدا وانت مش منظم المذاكره ومش عارف هتذاكر ايه امتى وفي قد ايه وما يتعداش وقته قد ايه. علشان تقدر وتعمل توازن بين المنهج كله. ايوه، عشان ما تذاكرش حاجه 10 مرات وحاجه تذاكرها مره، وما تشغلش بالك بحاجه مش مهمه وتغفل حاجه مهمه. بالظبط. وكذلك الطب، هو تقييم الملف الطبي اول ما بتقابل الزوجين بتبدا دماغك تدور، هو ايه الجزء المهم في هذا الملف او ايه الجزء اللي في هذا الملف اللي ممكن يكون مدخل لحدوث الحمل. بس انا عايز اقول لك ان احسن واحد اعمل جدول ما بيمشيش عليه. بس دايما هتبقى دايما اللي بيعمل جداول ده ما بيمشيش عليها، بس هيفضل جايد موجود، يعني هيفضل جايد موجود. غير لما تبقى تايه مش عارف انت ايه اللي باقي لك وايه اللي مهم وايه اللي مش مهم. فتقييم الملف الطبي وانك تبقى عارف ايه المدخل في هذا الملف اللي ممكن يوصل الزوجين دول للحمل، وايه الخلل اللي ممكن يكون مؤخر الحمل، وانك تقرا التاريخ المرضي القديم ليهم جيد جدا قبل ما تبدا تشتغل معاهم، هو جزء كبير جدا من حدوث الحمل. يعني جزء كبير جدا من نسبة نجاح الحمل في الملف ده مبنية على التقييم الصح للملف. فبتبدأ تاخد الملف الأول زوج وزوجة، وهل سبب تأخر الحمل في الملف ده من الزوج ولا من الزوجة ولا هو غير معلوم السبب. فلو بدأنا نبص للأول للزوج، هل تحليل السائل المنوي لهذا الزوج سليم
ولا في خلل في عدد، في حركة، في تشوهات؟ هل هذا الزوج أجرى تحليل وراثي قبل كده ولا لا؟ هل هذا الزوج له قرايب، أخ أو والده كان عندهم مشكلة في تأخر الحمل ولا لا؟ هل الزوج ده أجرى تحليل ما يسمى تحليل تكسير مادة وراثية فترة تأخر الحمل؟ مش هنقول قوي سن الزوج، لأن سن الرجل قد يكون أقل العوامل تأثيرا في تأخر الحمل، على العكس من الزوجة. لو بدأنا نبص للزوجة فرقم واحد بنبص عليه هو سن الزوجة، لأن من المعروف أن عمر البويضات من عمر السيدة، وسن الزوجة هو سن فعال جدا ومؤثر جدا في نسبة حدوث الحمل في الملف. يعني بالتأكيد السيدة اللي سنها أصغر هيكون نسبة الحمل عندها أعلى من السيدة اللي سنها متقدم نسبيا. فترة تأخر الحمل، الزوجين دول متجوزين من شهرين أو ثلاثة ولا متجوزين من 10 سنين؟ الزوجين دول أجروا فحوصات هرمونية للزوجة قبل كده ولا لأ؟ تحليل هرمون البرولاكتين للست دي، تحليل هرمونات ما يسمى تحليل تانيوم الدورة الـ FSH والـ LH والـ E2. هل السيدة دي تعاني من أي أمراض أخرى ولا لأ؟ هل السيدة دي هي تعاني من تأخر حمل ولكنها تعاني من أمراض أخرى مزمنة، ضغط، سكر؟ هل السيدة دي أجرت محاولات للبحث عن حمل قبل كده ولا لأ؟ سحبت بويضات قبل كده وزرعت أجنة ولا لأ؟ السيدة دي أشعة الصبغة اللي عملتها كان شكلها إيه؟ هل في مشكلة عندها في الأنابيب؟ هل في مشكلة في تجويف الرحم؟ شكل الموجات فوق الصوتية، لو بدأنا نجري بقى بعض الفحوصات، يعني الموجات الصوتية للسيدة دي وشكل المبيض في السونار وشكل الرحم في السونار، وهل يوجد ورم ليفي في عضلة الرحم ولا لأ؟ وهل هذا الورم الليفي مؤثر أو له دور في تأخر الحمل عند السيدة دي ولا لأ؟ لأن مش كل ورم ليفي قد يكون سبب في تأخر الحمل. يعني الورم الليفي لو قلنا أن السيدة عندها ورم ليفي خارج تجويف الرحم فهو غير مؤثر بالمرة. هل السيدة دي لو عندها ورم ليفي قد يبدو صغير ولكنه ممتد داخل تجويف الرحم فقد يكون له تأثير أكبر على حدوث الحمل؟ السيدة دي لو أجرت محاولات قبل كده وكانت محاولات فاشلة، يا ترى إيه السبب اللي خلى المحاولات دي ما تنجحش؟ في الأغلب في سبب غير واضح، غير معلوم، أو غير ظاهر نسبيا هو أدى لفشل الحالة دي. لو قدرنا نحلل العوامل دي كويس بيبدأ دماغنا يروح إيه الحاجة اللي ممكن نشتغل عليها، أو إيه الجزء اللي لو اهتمنا بيه أكبر، أو إيه الحاجة اللي لو أوليناها الاهتمام الأكبر هيكون نسبة الحمل أعلى في الإجراء اللي إحنا بنعمله. فنبدأ نفكر هنحط خطة العلاج إزاي. هل السيدة دي والراجل ده قبل ما هنبدأ نحضرهم لأي إجراء طبي هل هنحتاج فترة تحضير طويلة ولا لأ؟ يعني الزوج ده ياخد فيتامينات من 3-6 شهور ولا لأ؟ تحليله كافي ونبدأ نشتغل معه على طول ولا لأ؟ وعلى عكس المتوقع أحيانا يكون الزوج هو السبب في تأخر الحمل ولكن تحليل الزوج ده كافي للإجراء اللي احنا هنتخذه. يعني لو الزوج تحليل السائل المنوي عنده العدد فيه نقص 3 مليون أو 4 مليون فده سبب واضح ومؤكد لتأخر الحمل، ولكن هذا السبب قد لا يحتاج تحضير طويل ويبقى الاهتمام الأكبر بالسيدة، لأن هو الزوج في الآخر هو هناخد منه حيوان منوي. السيدة عندها رحم ومبيض وهرمونات و و و و وبطانة رحم، قصة طويلة جدا. وده اللي بيخلي بعض الستات تستغرب، هو أنا ليه لو المشكلة عند زوجي أنا ليه باخد الأدوية دي كلها هو ما بياخدش غير فيتامين، وقد يكون بدون الفيتامين ده كمان هو مش محتاجه؟ يعني لأنه في النهاية إحنا هناخد منه هو حيوان منوي وهي هنبدأ نحضرها هرمونيا ونحضر بطانة الرحم والنشط المبيض وتكبر البويضات ونتابع نمو البويضات وارتفاع الهرمونات ونضج البويضات علشان ناخد البويضات دي ونحقنها بالحيوان المنوي اللي هو قد يكون هو السبب أصلا في تأخر الحمل من البداية. فنبدأ نشوف إيه الفحوصات اللي هنحتاج نشتغل عليها علشان نقرأ الملف ده بصورة أحسن وتبدأ تتكون الفكرة، لأن هو تأخر الحمل مكتوب في الكتب ولكنه 99% منه ممارسة أو خبرة، يعني مش خطة هنمشي عليها 1-2-3 هنوصل لـ4. فالفكرة اللي هتحرك الملف أو النقطة اللي ممكن تكون كانت غايبة عننا أو الفكرة اللي نورت في دماغنا إن هي دي اللي لو اشتغلنا عليها يكون نسبة الحمل أحسن هي اللي هتقود الملف ده في الآخر لحدوث الحمل، مرورا بتنشيط المبيض او تحضير المبيض من البدايه وتنشيط المبيض للسيده وتحضير الحيوان المنوي وتجهيز تجويف الرحم وبطانه الرحم بعد كده علشان لو هنزرع فيها اجنه، وايه الحاجه اللي ممكن تكون كانت خلل قبل كده ادى ان السيده دي قد تكون زرعت اجنه في مره قبل كده وما حدثش منها حمل. نورت وشرفت. شكرا يا دكتور. ضيف العزيز الخبير العلمي القدير الاستاذ الدكتور محمد فوزي مجاهد استشاري الحقن المجاري واطفال انابيب بمراكز دار الطب الحقن،
وطبعا استشاري الحقل المكاري بمستشفى الابتسامة كان ضيفي في واحدة من حلقاته الممتعة والقصص فيها المثيرة خاصة بالتنشيط تدور حول فن التنشيط. هذا فن لازم واحنا بنعمله أكون عارف حدودي إيه، وإلا الست هتتعرض إلى مشكلة خطيرة جدا اسمها فرط التنشيط، وساعتها إحنا بقى اللي هنبدأ ندخل في الموضوع اللي البطنة يعني وطب الحالات الحرجة، لأن الست بدل ما هي رايحة تفرح بشيء اختياري رائع جدا هتتحول إلى حالة حرجة لو لا قدر مرت بفرط التنشيط. فهو فن دقيق للغاية، خليكم دايما مع الدكتور. We'll be right back.